هذا اللقاء هذا اللي درناه مع السيد رئيس الحكومة كان لقاء إيجابي جدا. أولا طرقنا فيه إلى الانتظارات ديال المنخل ديال الفعالية ديال الحركة الأمازيغية، انتظار ديال المغاربة كاملين بذات الصلة بتفعيل طابع رسمي للغة الأمازيغية. التفاعل ديالنا مع السيد رئيس الحكومة كان تفاعل إيجابي جدا. لمسنا عند السيد رئيس الحكومة الاستعداد ديالو باش ندفعوا بهذا الورش للأمام. لمسنا عنده أيضا الاستعداد لعقد جلسات أخرى مع وزراء آخرين اللي تشتغلوا على الملف واللي عندهم أوراش عندها صلة بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية. لمسنا أيضا عند السيد رئيس الحكومة الاستعداد ديالو لتمكين اللغة الأمازيغية، أي الانتقال من تفعيل ديال الترسيم إلى التمكين اللغة الأمازيغية. وهذا الشيء كامل غيكون في إطار برنامج أولويات اللي غنحطوا فيه أولويات اللي خصها تحقق في هذه 4 سنين اللي بقات من الولاية الحكومية، وأيضا الاستعداد لما تبقى من الإجراءات والأوراش اللي نص عليها القانون التنظيمي 1626. هذا الشيء كله تيدل على أن الحكومة عندها استعداد، رئيس الحكومة عنده استعداد باش أنه يتفاعل ويخدم ويشتغل مع الحركة الأمازيغية، مع خبراء، مع الأكاديميين، باش أنه هذه اللغة ديال المغاربة كاملين اللي نصت الوثيقة الدستورية على أنها رصيد مشترك لجميع المغاربة دون استثناء، أنها ما تهمش غير مكون الشعب المغربي، ولكن اللغة ديال المغاربة كاملين هذه اللغة هذه تأخذ حقها إلى جانب اللغة العربية اللغة الرسمية أيضا ديال المغاربة، باش أننا نقويو الدعائم ديال بلادنا، نقويو ثقافات بلادنا، اللغات ديال بلادنا، باش أننا نمشيو بلادنا للأمام على طريق النماء والتنمية، خصوصا أننا تنعرفوا بأنه التنمية ما فيهاش غير المسائل الاقتصادية، فيها أيضا العوامل غير الاقتصادية واللي مبينها الثقافة واللغة.